السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عليكم كمان مرة من إيكو هاوس. دلوقتي عايزين نتكلم عن نقطة مهمة. بعد ما شفنا الأمطار اللي حصلت في اسكندرية والسيول اللي حصلت في منطقة الشرق اللي هي على البحر الأحمر والفراس غارب والغردقة والكلام ده، هنتكلم عن فوائد شباك البي في سي في النقطة دي. إيه اللي بيميز شباك البي في سي عن الشبابيك التانية في حال الأمطار؟ اول حاجه، شباك البي في سي ما بتاثرش خالص في الامطار ولا في الاحماض الموجوده في مياه الامطار، على عكس شبابيك تانية ومواد تانية موجوده في بيوتنا. وحتى عشان كده شباك البي في سي جهزوا له فتحات لتصريف مياه المطر. لما بيخش المطر على الشباك، التصميم بتاع القطاع ده مجهز له غرف تصريف وغرف عزل. يعني ده قطاع الحلق، قطاع الحلق مجهز بغرفة هنا بعد الحلق، بحيث ان المية لو دخلت جوه الحلق يتاخد ثقب من هنا لبره وثقب تاني من هنا للخارج، بحيث ان المياه لما تنزل هنا تتصرف لهنا وتخرج خارج الشباك، على عكس قطاعات تانية واللي هي من طبقة واحدة بس، اللي هي في حال انك انت عملت فيها ثقب بيوصل لك الوسط الداخلي بالخارجي بشكل مباشر. الثقوب دي مش المفروض انها تكون مقابله لبعض عشان ما تدخلناش تراب وتدخلنا هواء وصفير، يكون فيها مسافات مدروسه طبعا من الشركات المنتجه للقطاعات ديت تحت اشراف مهندسين مختصين في الموضوع ده. الشباك ده هيعزل لنا ان شاء الله نسبه عاليه جدا من التراب والرياح والغبار اللي هيخش علينا والاصوات الخارجيه، وان شاء الله هيثبت لكم جدارته في مصر زي ما اثبت جدارته في اوروبا وفي منطقه السعوديه. نتمنى نشوفكم بخير، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.